الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتقضي لنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك عن الدرجات، وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخر، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وزيادة في العلم، وبلغة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سغارة الموت، ونجة جنة والعافية للثابت. اللهم إنك أفو كريم تحب أفو فاعف عنا ربي، غفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Itu dia bacaan doa, mungkin doa belai dari hampir kita semua. Mudah-mudahan bacaan tadi mendapat perhatian dari Allah SWT. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan kepada ramai-ramai lelaki untuk menjamu selera bersama-sama dengan kedua sejoli kita. Dan ini dipersilakan. Okey, sambil-sambil itu juga kita dengarkan lagu as untuk pasangan pengantin baru kita dan untuk semua istri-istri yang tercinta. Permata untuk istri. Kamera besar-besar. Itu kamera kecil je. Seorang wanita untuk kau berilti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Yep.
YouTube. FB. FB aku tak boleh. Tak boleh, tak boleh, aku tak boleh. YouTube macam mana? Ha, nanti aku ajung kau lah. Betul tak? Bang, betul tak? Hari nak hujan? Dan. Minum dulu.